يعني ده زي مش هيدا بالروكي كان بيخش الباسكت عطاه ريفرسال ريفرسال لا اوه عطاني ريفرسال سافون سوالي شروخن اعتقد انه كانت ماش ف حمدت شوية على الصد كان اعطي ريفرسال شروخن كان يعطيني انه ما نكت اوت كان اعطي ريفرسال مرة ثانية شفتها هيك ضيعت سويت مرة ورا بعض مرة ورا بعض وخليت فيها الجولة انا اشوف هذه ان شاء الله مباراة قوية تيبيكال فانيلا ماتش بالضبط من سنيك من النوع اللي انا العب معاه كثير من النوع اللي ما قد فاير بول وبس يعني استنى فاير بول حقه قليل بعرف اي عادي بابا هون العكس فاير بول حقه كثير في لعيبه لا يعتمد على الفاير بول اكثر فاير بول توقيت الفاير بول في ريت معين ترى هذا مو شيء مو سهل اي والفاير بول تعتبر من يعني الفوت سيزون ها فوت سيزون اذا انت عندك فوت سيزون قوي بفاير بول هذا شيء يعني شيء يعني هذا الشيء على الشروك الحين يعني ممكن بعض اللعب ولسه تعدل من فوق لسه هو يعني هم قالوا عدلوها بس ما شفت انها تعدلت لا هذه ما عدلوها هذه صدق بعد ابوكي تنزل تحت هذا اللي هم قالوا عدلوها سوا حتى انه ما يصير فيها وش اخر ضربه بس انا ما شفت بتعديل سهوله صراحه فاز بوزنس هيك اي الجوله هذه بصراحه بسهوله بعدين احسن شيء صار ان علي تقبل الهزيمه وقاعد يجمع ميتر اها صح هذا احسن شيء في ناس لا تلقى ما تدخل يروحون يهجمون وكذي غلط صح يتنرفزوا زي كذا بالضبط اي طبعا ما يحتاج يروح مستن حقه 950 ويطلع من الزاويه بأي طريقه بس شوف بانش برضه نفس الشيء فوت الالترا مع انه عنده فل الترا صدق ايه ما ليش ما يمكن بباله مكسب يمكن بياخر الالترا بيخليه فينيشر صح يمكن لما اشوف لاحظ عنده لايف كيك واجد بوزا سنيك اي اكيد كان بباله مكسب ما اتوقع جبهه كان مفاجئ صراحة أنا عندي الناس اللي ما يعني ما تنط وايد وفجأة تعطيك ذاك الجنب الصح إحنا نسميها بالكويت بالضبط يعني كلمة بالضبط يعني نط بالضبط يعني ما نقز إلا في وقت الصح ما نقزت الحين ليش يعني عرفت أنا شفت أول راوند بوزن سنكس أو شروك ريفرسل بعدين ما في هاي حسن هذه النوع اللي كل خصم لا تسوي ذلك كثير بالضبط اي او لا تسوي في ريب ترابس لان ما تسوي شوريوكن اي او تلقى هذه استراتيجي خشة حق بعدين يعني انا الحين يقول اكيد هذا من النوع اللي ماشي وشوريوكن فخلص هو تنسى خلاص اذا مثلا طاح ريو الحين نواف قال اذا طيحني اكيد عبالي بس انا ماشي ما راح اسوي مكسر جنب سيف حلو سيف جنب ممتاز هذا المكان اللي بيروفس بالضبط رجع ورا بس عنده لايفليد محترم صراحه غلط يهرب بس صح عليه طبعا ما هي سيف السوق حق ريو ريكفري مره طويل اي لازم يعطون ريكفري طويل 5 فريم سويب هذه الحين عنده بار اما الوفس لما يصير ما عنده بار عنجز عليه زي ما تبي مو شرط اي طبعا اذا طاح بس اذا يعني نص الجيم عنده تحت سترونج اكيد يقدر يسوي ايوه صح عنده اللي هو سترونج كاوشن بالضبط كاوشن ميديا او يقدر يسوي سنيك سترايك